يا عروس المجد تيهي واسحبي في مغانينا ذيول الشهب. يا عروس المجد تيهي واسحبي في مغانينا ذيول الشهب. يا عروس المجد تيهي واسحبي في مغانينا. ذيول الشهب لن تري حبة رمل فوقها لم تعطر. شو بدك؟ كنت مخبي سيجارة هون، شفت لي اياها؟ ما شفتها. اول امبارح حطيت 3 سيجارات، رجعت لقيت 2، قلت لحالي مخربط. امبارح حطيت 2، لقيت وحدة، تأكدت انك عم تمد ايدك. اليوم حطيت وحدة خصوصي مشان اكشفك. خرمت. شو؟ من امتى بتخرب انت؟ من امتى بتدخن انت؟ شو نسيت انك علمتني الدخان؟ صرت عم طالع من مناخيري. لا يا ابو حربلة، اعطيناك سيجارة بالقهوة مشان تنفخها تنفيخ، مو مشان تتعلم لي الدخان. ما انا كمان على اساس بس تنفيخ، ما لقيت حالي الا عم دخن، عجبني التنفيخ، صرت عم طالع من مناخيري. ايه، وهلا انا شو بساوي بحالي؟ شلون بدي ادرس وانا خرمان؟ اروح اشتري. من وين بدي اروح اشتري؟ ليش نحن منشوف القرش الا باول الشهر وعلى 100 ليره مقضيينها؟ قوم اخلك واخلص منك هلا. اذا جاي على بالك تاكل لك بكله بين هالعينتين، تعال اخنقني. يا علاء يا حبيبي، انا عم بحكي مشان مصلحتك. الدخان مأذي كثير للبني ادم ومضر بصحه الحامل. بطلوا انت كمان. انا يا ريت، انا ادمنت راحت علي، بس انت لساتك باول الطريق. وما ادمنت وما صرت مثلي مدخن رسمي. صرت؟ مين قالك ما صرت؟ صرت مدخن وعم طلع من مناخيري. ايوه يلا امي، قوموا على الصالون، في اجتماع. هلا وقت اجتماعاتكم امي؟ نحن ايمتى بدنا نلحق ندرس؟ ايمتى بدي احفظ انا يا عروس المجد؟ يا عروس المجد تيجي. هلا اترك الكتاب من ايدك، قوم على الصالون، 5 دقائق بس. بكره بس انضرب بالفحص بيكون بسببكم، ها؟ تذكروا. ما بتنضرب، قوموا خلصوني. تفضل سعيد، اعلنوا الخبر السعيد، خلوهم يرجعوا لدراستهم. اول شيء اهلا وسهلا فيكم طبعا، ويا ريت اينشتاين تقم لي عيونك على الكتاب تطلع فينا. انا وامكم عملنا اجتماع قمه وقررنا بس تخلصوا فحص ناخذكم رحله. لذلك اخر يوم بالفحص ما بدي حدا يروح هون او هون، بتجوا مباشره على البيت مشان ننطلق. هلا مشان هيك الاجتماع؟ يعني مو عاجبك؟ أكنتوا قولوا لنا ونحن جوا ضروري تعملوا اجتماع؟ عم بدرس امي، انا عم بدرس عندي يا عروس المجد تيهي وسط. ايه هالكتاب عم لك من ايدك وتطلع بامك لما بتحاكي، خليكم محترمين شوي. ابي على هيك اجتماع فكرنا بدكم تعطوا لكل واحد شي 500 ليره. شايفي هذا اللي بيفهم، ابو المغاره هذا اللي بيفهم. تضرب منك له، انتوا خرجكم رحل انتوا. ابي ما بدي ازعل الشغله، بس هيك شغله بتقولوا لنا اياها على الغداء على العشاء، مو اجتماع واجراءات مشان رحله. قوم نلعب انت ويانا جوا، قوموا خرجكم رحل انتوا، تضربوا انتوا واللي اقترح عليكم الاقتراح. يا عروس المجد تيهي واسحبي في مغانينا ذيول الشهوب. قومي جيبي لي شي شغله يتغطى فيها، بدي اروح احفر اليوم. بدي افهم شو جايينا من هالحفر، ما في غير بتتعب وبتوسخ اواعيك. لك عيوني اعتبريها رياضه يعني، مالك شايفه لياقتي تحسنت انا. يلا رح نم لي ساعتين انا، يلا. كم لنا من مي سلونا نفضت عن جناحيها غبارة تعبي، كم لنا من مي سلونا. علاء مستحيل اقدر ادرس بدون دخان، انا خرمان. بيني وبينك انا خرمان اكثر منك، اجا ابي اول ما شعلت السياره ما لحقت طالع من مناخيري ولا مره. طيب شو بدنا نساوي هلا؟ منين نجيب مصاري؟ ما بعرف، بس لازم نتصدى لهالموضوع. قوم له لابي بلكي بيعطيك شي 25 ورقه. ما بيعطي، كل مرة بيتحجج إنه ما معه. طيب اسمع، جاكيت أبي ملحوش بالصالون على الكنباية، أنا بوقف لك على الباب، بتروح أنت بتاخد 25 ورقة من الجيبة وبتجي. اتفقنا، بس أنت اللي بتاخد 25 ورقة وأنا اللي بوقف لك على الباب. أنت ما تذكر النحل، ما بتنفع على شيء. قوم بتروح لعند أمي على المطبخ لهي بين ما روح جيبه وإجي. ماشي، قوم. Bye.
الله يعطيك العافية يا ماما. الله يعافيك يا امي. والله عم تتعذبي، ساعدك امي ساعدك. كرمالكم يا امي، لا ما بدي مساعدتك، اهتم بدراستك. انا جاهز يا ماما، اماني كي. ايوه طلعوا. شلون انا؟ قال حيو. قال حيو؟ ايه هو قال حيو خرت الكنبايه. فا لا كان عم شوف منام. جبت 25 ورقه. مناح نعمه. جيبوا لنا باكيت. بجيبوا يلا روح. جيب لنا باكيت ورجع مثل الطير الطاير. سيك انت يوم روح. علاء بلا تنبلي، هلا انا طلعت، اذا بطلع مره ثانيه بشكوا فيي، روح انت بحجه انك رايح لعند رامي. يلا. سيك دروس. شو؟ يا عروس المجد. ايه يلا يلا روح يا عروس المجد تيهي واسحبي في مغانينا ذيول الشفا. مين ما حاسبنا عمي؟ ايه شبك؟ في غيري بالميكرو؟ انا ما حاسبتها. مشرف حاسبنا. حاضر شو رح نهرب يعني؟ ما معي. شو هاي ما معي؟ وين ببيعوها هاي عمي؟ حاسبني حاسبني. لك اخي لا ببيعوها ولا بيشتروها، شو صار يعني بتصير؟ شو صار؟ حجزت لي كرسي على الفاضي بتقلي شو صار؟ لك ما الميكرو كله فاضي، انو حجزت لك كرسي على الفاضي؟ شرف بلا فلسفه شرف. ماشي، اساسا الدنيا هيك، الفرس الهادية بنت فولا دنبا. شرف. لك شرفنا. شرفنا عمي. انا كل ما اتفرجنا بيغير في الكلام. تبهدلت وتشخشحت انا، وينها؟ ما لها هون، لو كانت هون كنت شفتها. لك حاططها بايدي بالجزدان. بركي موقعه بشي قرنه. شلون بدي وقعها؟ كانت وقعت هي والجزدان سوا. بجوز شاري فيها شي ومو مراجعين لك، او بجوز صارفها. شو مانا شلون بدي اصرفها انا؟ ايما خصوصي للسيرفيس، ما معي غيرها اصلا. هلا ما بدنا نعمل قصه مشان 25 ليره، بتصير. انت لا اول واحد ولا اخر واحد بيضيع منه مصاري. معك مصاري تعطيني؟ معي، هلا بعطيك. انت منين عم تجيبي مصاري؟ مو من محل، هدول من راتبي. الله يوفقك فهميني، شلون عم توفري من راتبك؟ بسيطة، عم بعطي دروس خصوصية وما عم بسحب يا نصيب. لك ابني خلص، والله فهمت، والله فهمت، كل يوم بدك تعيدي لي نفس الأسطوانة. يا ابني الله يرضى عليك، إذا اشتغلت بالبلوك مو أحسن من هالشغلة اللي عم تشتغلها؟ أبوك الله يرحمه ما كان عنده شيء. بعرف ما كان عنده شيء، اشترى بيت وعمر بمحمل ومدري شو ومدري إيش من ورا البلوك، بس أنا ما بحبه، ما بحبه. ها؟ يمكن اجى سعيد. فوتي فوتي. ايه جاي جاي. هلا مسعود. حيو سعود. اهلين سعيد، ليش تاخرت؟ بعد ما ركبت بالسيرفيس اكتشفت انه ما معي مصاري. يا مو جهزي لنا المتة. هذاك الثاني سبيع تاخر، اذا بدكم طالع شيء بدكم تجوا بكير حبيبي. بس ما يكون صاير معه شيء المسكين. لا مو صاير معه شيء، اليوم كنت معه انا. طيب سعود اللي هلا اذا امنا واحد ثالث يشتغل معنا مو بصير الانتاج اسرع؟ ما في مجال. انا بألف يا ولال اقنعت سبيع نقسم على الثلث، على الربع ما بيوافق. اخي لا تكلوا هم، نزلوا على حصتي انا. موسوق؟ موسوق. اذا لحصتك ما عندنا مانع. انا مو مشان هيك جاي، بدي منك شغله ثانيه. خير؟ بزمانك قلت لي انك تعرف واحد بيديب بالفايده، لازمني مبلغ. ليش المبلغ؟ بدنا نجوز اخي منصور عقبالك. ما عاد يحسن يستنى الثاني لبين ما تكون لقيت لك شلقيه؟ لك شو بده يستنى ليستنى؟ راح ينجلط، راح يتخانق هو وخطيبته من كتر ما اجل. في المبلغ اللي اخذناه من الجماعه، هلا بعطيك اياه، اصلا هو من نصيبك. انو جماعه؟ لك اللي شلحوك الهويه، شو نسيت؟ هلا المبلغ اللي اخذته منهم عن جد؟ عن جد لكان عن مزاج. بس هي سرقه. هن حراميه ونصابين، واذا اخذنا منهم مو حرام، مو انت اللي قلت لي السارق من السارق كالوارث من ابيه؟ إذا كانوا حرامية ونصابين مثل ما عم تقول، المفروض نبلغ عنهم، مو نشاركهم بسرقاتهم نحن. نحن لو ما منروح فيها كنا بلغنا عنهم، بس منروح فيها، فهمت ولا ما فهمت؟ هيك أفهمتني، معك حق. لك قد إيه كان المبلغ؟ نسيان أنا. 50,000. ماشي، باخده منك، بس إذا شفتهم مستقبلاً أنا بدي رجع لهم إياه، لأنه هي مو طبيعتي أنا. مثل ما بدك. لك شو صار بالمتة؟ تذكرت ما عندنا سكر.
تشربها مرة؟ لك بكفي الدنيا معي مرة، كمان المتة ما بدي.